خلينا بقى نروح ليه بعد كده، ومباراة مانشستر سيتي مع ليفربول اللي احنا برضو اعلنا عنها امبارح، واللي كانت بقى اقوى بكتير واللي فيها بصراحة كلام كتير جدا نقوله بقى. يعني انت شفت اداء، شفت تاكتيك، طبعا حاجة فعلا مباراة يعني قمة الدوري الانجليزي، بالرغم ان احنا بنتكلم ان الريدز كان بعيد تماما زي ما حضراتكم اكيد متابعين من بداية الموسم عن المنافسة على اللقب السنة دي، لان مش في افضل صوره ابدا، لكن عجبتني جدا عناوين المباراة كده. لو هنتكلم كمان في الصحف والتقارير لما كتبوا زي ما انت قلت بالظبط الجملة اللي هو ابن، طبعا احنا الصحف عندنا مش عندهم يعني مش في لندن الكلام ده ولا في ابن نجريج في مواجهة ابن النرويج، بس يعني هي كانت حلوة بصراحة، وكمان عندهم حق، هي كانت منافسة زي ما احنا قلنا مش هتبقى بين نادي ونادي، لا هي بين صلاح وهالاند تحديدا، والحمد لله محمد صلاح قدر ان هو يعني قدم اداء ولا اروع، وتوج كمان اداؤه ده بهدف رائع جدا زي ما بيتقال كده، فعلا فعلا رج ملعب يعني الانفليت من الفرحه. وبصراحه برضو يورجن كلوب لازم يعني نحييه، لكن هو امبارح انت عارف انه اتطرد برضو لان كان في برضو لقطه، ودي تاخدنا لفكره هنا الأخطاء التحكيمية كريم، يعني الأخطاء التحكيمية كنا دايما بنتضرر منها في قارة ما، في عندنا أكتر في الداخل المحلية، لكن من بداية هذا الموسم وأنت شفت في دوري الأبطال أو حتى الدوريات المختلفة أنت بتشوف لا في حاجة مش مظبوطة، حتى الفار بقى عليه علامات استفهام زي عندنا كده. يعني امبارح مثلا بجد الفاول ما اتحسبش لمحمد صلاح، وده اللي أدى إن يورجن كلوب اعترض وبالتالي تم طرده من الملعب. المواضيع هناك فيري ستريكت يعني ما فيش هزار، لكن برضو كان في ظلم بصراحه، ومش بنقول كده عشان احنا بنشجع محمد صلاح او ليفربول، لا ده كلام ناس كتيره جدا عن تحديدا هذه الواقعه. فيعني لا طبعا الموضوع ما كانش ابسط اظرف حاجه ابدا، بس النتيجة كانت مرضية جدا، أداء محمد صلاح يمكن كان فيه تعويض للي فات بشكل كبير جدا، فأعتقد دي برضو نقطة مهمة. عايزين نقرأ بعض الحاجات اتكتبت يا كريم، يلا لأن يلا. يعني كلام حلو قوي اتقال، وانا بحب انا وكريم دايما نسلط الضوء على الحاجات اللي بتبقى ايجابيه في صالح يعني حد تبعنا، وتحديدا احنا بنتكلم عن محمد صلاح. ليفربول تحديدا كان نزل تويتر كان قال 8 اهداف فقط تفصل محمد صلاح عن صدارة الترتيب هداف الريدز في الدوري الانجليزي الممتاز، هذا عصر الملك، فاعتقد دي تويته حلوه جدا. برضو في من التويتات اللي اتكتبت كلهم بيلقبوه باللقب الملك، هذا هو الملك. حسين ياسين بيقول وفي مواجهه محمد صلاح انحنى هالاند ومعه السيتي وغوارديولا. واي بي ال وورد بيقول 8 اهداف فقط تفصل محمد صلاح ليكون الهدف التاريخي لليفربول في تاريخ النادي في البريميوم ليج. انت فاهم يا كريم قد ايه ده انجاز عظيم طبعاً. يتحدث عنه العالم مش احنا بس في الداخل. إيرم سبورت حتى بهذه الطريقة ستفشل في إيقاف فخر العرب محمد صلاح، الصورة الشهيرة والصورة يعني فيه حاجة يعني مش كده يا جماعة، يعني ما بنعملش كده أبدا وإحنا عايزين ناخد كورة من بعض، يعني ما نعملها في حاجات تانية إحنا بنتخانق أو whatever. فلا كانت لا إيه ده إيه ده بجد، بصي هو في إيه؟ أنا شايف إن محمد صلاح قصة كفاح ونجاح يعني لابد وأن تدرس، لأن إحنا بنتكلم على أيقونة للكفاح وأيقونة للإصرار، على الإصرار إحنا بنتكلم على حالة استثنائية فعلا يعني حقيقي بجد سعداء جدا بيها، وبالنجاح اللي بيحققه دايما محمد صلاح، وان هو دايما هو محور حديث الصحافة الرياضية العالمية، يعني شيء مشرف جدا. بص جدا يا كريم حقيقة. مع محمد صلاح طبعا هذا النموذج المحترم الرائع اللي نجح وقدر ان هو يثبت نفسه رغم اي تحديات واجهها في الداخل او مع احد الاشخاص او غيره، يعني زي ما حضراتكم عارفين قصة محمد صلاح كلها، بس القصة ان انا ابقى مؤمنة بنفسي رغم اي حد طبعا. بيحاول يقلل منك بيقول لك انت مش هتوصل، بيشكك في نجاحك واتيفر، كل الكلام ده تحط ورا ظهرك تماما او ترميه كمان في طريقك ولا تلتفت ليه، وتركز انت قدرتك ايه عايز توصل لفين، هو ده النجاح. وعلى فكره محمد صلاح ليس الوحيد، احنا عندنا ابطال في نماذج كتيره صحيح. جدا، ومش بس في الرياضه على فكره، في مجالات مختلفه، لكن يمكن محمد صلاح عشان الرياضه تحديدا كره القدم هي اللي عليها صحيح. الضوء، فاحنا بنتكلم دايما عن فخر العرب محمد صلاح، لكن احنا عندنا فخر عرب كتير جدا رجال وسيدات في مجالات مختلفه طبعا. ليس هو الاوحد، فاحنا وكل واحد لازم يبقى جواه ايمان ان هو يقدر، بس انت ازاي بتؤمن بنفسك هي دي النقطه، واي مدى الى اي مدى بتؤمن بنفسك وده اللي بيأثر. فتحيه طبعا ليه، وتحيه لكل مصري نجح ان هو يحقق نفسه رغم اي صعوبات بتواجهه، اكبر دليل يا كريم احنا عرضنا في البرنامج ده
قصص نجاح قد كده ليه؟ صحيح. طبعا يعني ذوي الهمم من ابطالنا في مجالات برضو مختلفه مش بس الرياضه، فكره ان انت تتحدى نفسك. شوف يا كريم، اصعب تحدي مش هتحدى الغير، اتحدى نفسي، اتحدى نفسي ان انا افكاري اللي بتقول لي مش هتوصل، او حتى الصعوبات لو انا لا قدر الله عندي مشكله جسديه او غيره، ازاي اتحدى نفسي وظروفي واوصل. هي دي اعتقد ده اكبر تحدي طبعاً. يعني طبعا.